أهلا بكم. قال وزير النفط في العراق ثامر الغضبان إن تمديد منظمة أوبك اتفاق خفض إمدادات الخام خلال اجتماعها الأسبوع المقبل شبه مؤكد. أضاف الغضبان أنه يأمل في أن تبقي أوبك على القيود لتظل في الأقل عند مستواها الحالي المستمر منذ الأول من كانون الثاني. وكان الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أعلن أن الأول من تموز المقبل سيكون موعداً لاجتماع أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين. وتسعى المنظمة للاستمرار بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1,200,000 برميل يومياً الذي سينتهي في حزيران الحالي. كشف موقع نوبيو العالمي الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم عن انخفاض مؤشر القوة الشرائية في العراق. وقال في آخر تحديث له في شهر حزيران الحالي إن مؤشر القوة الشرائية في العراق يعتبر منخفضا حيث اقتربت نسبته من 47%، موضحا أن متوسط الراتب الشهري الصافي للفرد في العراق يبلغ نحو 570 دولارا. وأضاف الموقع أن مؤشر تكلفة المعيشة يعتبر منخفضا جدا، مشيرا إلى أن تكلفة المعيشة في العراق أقل مثلا بنسبة 43% عنها في الولايات المتحدة دون حساب الإيجار فيه. قالت اللجنة المالية النيابية في العراق أن كردستان العراق يضم 5 منافذ حدودية غير رسمية زالت مستمرة بتهريب النفط. وقال عضو اللجنة حنين القدو إن المنافذ الحدودية 5 الموجودة بكردستان العراق لم يتم غلقها رغم المطالبات النيابية، لافتا إلى أن تلك المنافذ يتم عبرها تهريب النفط الخام. أضاف القدو أن حكومة كردستان العراق متورطة بسرقة كميات كبيرة وتهريبها إلى خارج البلاد. قال مصرف الرافدين إنه صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وأضاف المصرف أن الدفعة الجديدة من القروض تتراوح ما بين 3 و10 ملايين دينار صرفت عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. وأشار المصرف إلى أن المستفيدين من هذه الدفعة من المتعاقدين بلغ 2800 متقاعد. وتواجه آليات الصرف الإلكتروني في العراق الكثير من الانتقادات بسبب الخصم غير القانوني من المرتبات والسلف التي يتسلمها المواطنون عبرها والتي يعزوها المختصون إلى الفساد، حيث يتقاسم عدد من المسؤولين عن العملية الفروقات المستحصلة من هذه المبالغ. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.